ايه تاني يا كابتن حسن؟ الهجوم طبعا احنا مروان ومحمد شريف واحمد ياسر ريان. يعني عارف انا بتكلم على احمد ياسر ريان، الواحد مبسوط له جدا ان الفتره ديت الناس كلها بتقول ان كان لازم يقعد في النادي الاهلي. راجل بعد ما اكتسب الخبرات وراح احترف ولعب في في, في نادي سيراميكا، طلع عارة سيراميكا وجونه سنه فكل ده هو حسين السعيد. بالظبط. يعني هو الراجل بيطلع اعاره عشان ياخد خبرات. صحيح. فانت لما راح تركيا وراح الاعارات دي كلها فانت لازم تستفاد بابنك. انت راجل متربي في النادي الاهلي، اللي متربي في النادي الاهلي بياخد متعود دايما على البطولات، عنده غيره على الفانله الحمراء، بيموت نفسه. فانت جيت رحت مودين نادي سيراميكا ان هو يستفاد بالكل اللي هو اللي انت عملته ليه. فانا متضايق وفرحان له، متضايق ان هو ما كملش في النادي الاهلي وفرحان له النهارده ان هو راح. المفارقه ان احمد ياسر ريان في المنتخب وشادي حسين مش في المنتخب. بالظبط دي المفارقه. بس هو وان كان شادي لاعب مجتهد جدا جدا ومميز جدا، واتصور انه هينجح مع الاهلي. اتصور أكيد. يعني الله اعلم. انا شايف غريب. بس هي المفارقه، بس هي المفارقه اللي في القايمه ان احمد ياسر هو اللي موجود وشادي مش موجود. ممكن عشان برضو ده بيلعب ماتش وبيقعد ماتش ولا برضو خبره دوليه. يعني احمد ياسر ريان برضه عنده خبره دوليه، لعب مع منتخب احترافيه. وخبره احترافيه. المدربين الاجانب دايما بييجوا للعقليات اللي هي احترفت بره. دايما حتى كيروش كان معتمد على كل وجزء، على كان دايما يقول لك ايه الناس المحترفه. وده كده برضه فيتوريا. وده كده اقول اكد على الكلام الكابتن عبد الجليل انه قال لما الناس كلها قعدت تقول له انت ليه اخدت كوكا في المعسكر اللي فات، فقال لهم انا كوكا عارفه ايام مش عارف ايه، ولما كان بيلعب في البرتغال فهو بيعمل كل يوم التمرين اللي انا عايزه وبيعمل كل حاجه، فهو حابب العقليه اللي هي عارف قبل الموهبه. أيوة. العقليه تبقى موجوده بالظبط. فهو بالظبط. فاهم حاجه بالنسبه لي ان انت تنفذ اللي انا عايزه. فهو كان حتى لما جه يتكلم في المؤتمر الصحفي على كوكا يعني. طيب دي من الحاجات المهمه، ودي اعتقد كل حاجه في قائمه المنتخب المصري. يعني في حاجه ثانيه ممكن نقولها؟ ان هو ما خدش كوكا. ما هو لسه محترفين. لا لسه محترفين. هو عايز تاخده كمان؟ ما هياخده. لا يا راجل. مش عايز ياخده؟ مش عايز. متألق جدا كوكا، خد بالك. في مفيش مدرب جه ما خدوش. بس هو متألق الفترة الأخيرة دي كويس. ما هو كان متألق السنة اللي فاتت يا كابتن برضه. بس السنة دي متألق قوي، بيسجل وبيعمل اسيستات وعامل شغل حلو. أنا نفسي للواد ده، الواد ده قبل ما يبطل كورة يفتح نفسنا هنا بجول للشعب الغلبان ده، بس عشان الناس تبلعه يا عيني. أنا بقولها له والله، مش قصدي منه حاجه، انا عارف انه مدغدغ الدنيا بره. كويس جدا يا كابتن. مفيش مدرب جه غير ما خده، ودايما نقول ازاي يعني خمس مدربين بيفهموا ما بيفهموش واحنا بنفهم. اكيد الواد بيعمل حاجه كويسه، بس انا نفسي في اماره واحده في ماتش يا كابتن بس. وبعد كده تجيبوه براحتكم وتودوه براحتكم. اداك اماره. هي القابليه على فكره، هي النقطه دايما. أيوة. في روح ينفذ كويس يا كابتن زي مروان حمدي. لا مش عامل قبول، الانطباعات الاولى دايما ادام انت ما قصرتش وما سجلتش. انت مثلا ايه حسن ده انت ده لا انطباعات اولى ولا ثانيه ولا ثالثه كريم. والله لعيب كويس يا كابتن. يا والله عارف. لا هو ما نختلف ومكسر الدنيا بره. ان انت توصل لمنتخب مصر لازم تبقى لعيب عالي ولعيب كويس جدا ولعيب جامد كمان، مش اي حاجه. صحيح. لان ده انت ده في الاخر انت ده منتخب مصر. بس هو احنا بنتكلم في نقطه ايه، ان هو يفتح يعني نفسنا بكل ده. الواد مرموش جابكوا جون في ليبيا. بالظبط. لا عايشين عليه لغايه دلوقتي. فهو الواد يعني نفسي كوكا يجيب له كورنر بس عشان خاطر ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقه ويوفق لاعبي منتخبنا الوطني ان شاء الله في المعسكر القادم ومباراه بلجيكا الوداد.